هلو هلو حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير. اليوم بدي شارك معاكم شو راح احضر لشنطة البيبي ولشنطتي اللي حاخدها معي على المستشفى ان شاء الله. بتعرفوا شو صار؟ ليش انا قايمة؟ بدي احكي لكم القصة. قايمة على الصبح وقلت لها لازم اعملها البارح. انا اساسا فتت بشهري ماشي، ومش محضرة شيء، ومش الي بالعادة. انا يعني شخص بحضر كل شيء عن قبل، بس يمكن لانه خايفة انه يبطل عندي صبر وبدي انه تجي وهيك، فقلت ما حضرها واستنى. فيجي مبارح بالليل وانا بدي نام بيجيني الوجع الطلق ورا بعضه، يعني كل خمس دقائق لمدة ساعة. لأمد أخذت لي حمام بالبانيو، بيقولوا لازم يكون دافي وهيك ليهمد عليك الوجع. صرت أقول لا يا بنتي مش وقتك، يا بنتي إذا جيتي ما عندك شي تلبسي. لا هو فيه كل شي موجود يعني، بس إنه مش مجهزة شي، وما حدا رح يجهز مثل ما أنتي بدك. يعني الأم هي اللي بعارفة، وأنا حاطة أشياء براسي وشو بدي جائز. فصرت هيك متوترة البارحة كتير، وأول ما فتحت عيوني لأنه جيت وبلشت جهز الأغراض صراحة بالليل، بس كتير كنت نعسانة وعملت الغسيل كله بالليل. يعني ما بقلكن البارحة نمت شي 2 الصبح وفايقة كتير بكير، فراسي هيك بيعمل. فأنا حفرجيكم الأشياء ماشي. أنا حصور الفيديو، ححاول أنزله على السريع عشان أنتوا تساعدوني، بلكي أنا ناسية أشياء بتصير هذا الشيء، وقد ما تسألوا كل واحد حينسى. فإذا كلنا ما شاء الله إلا ما في واحدة فينا حتتذكر شيء والتانية ناسيته ماشي. يلا أول شيء خلوني فرجيكم الشنطة. هذه الشنطة بيجوا فيها مقاسين بموقع أمازون، حخلي لكم الرابط تحت بصندوق الوصف إذا تذكرت. وبيجي فيها لونين، بصن بيجي فيها هذا اللون والأسود أو يمكن عدة ألوان. أنا أكيد أخذت الغوص عشان عرفته بنته هيك، فحاب فرجيكم من جوا كيف بتجي. يعني ما بتجي بس للبيبي هيدي، يعني شنطة سفر بتجي. أول شيء عنا هوني، أوبس، شوفوا الجيبة فيها إنه نحط فيها كذا غراض. أنا صراحة حبيتها هوني عشان نكتب الاسم وهيك. وفي هوني ورا إذا مسافرين فيها مثلا تحطوا فيها باسبور أو شيء. هون ماشي مفتوح. بيجي معاها حزام، شفتوا هاد بنربطه هون، بنحطه هون وهون، وفينا نحمله كده. كيف انا شايلته حاليا، هفرجيكم من جوا كيف بتجي. هسه كثير منتظمه، هيدي بتنفتح بس بشويش، بس اذا فتحنا برجع بسكرها بتفتح، بنفتحها على نفس المناطق، بس اذا فتحنا من هون بنفتحها كانها فاليز. شفتوا اول هوني اول مكان فيها هيدي مثلا للشوز، تحطوا فيها الشوز تاعولكم وهيك اذا اخذينها للكبار. فيها هون يعني على الايباد هيك حاطين بالصور مع الاشياء. المهم انا عم فرجيكم قبل ما احط. ونيجي لهوني حنفتح، وهون انا ححط الاغراض. والحلو انه فيها بلاستيك جوا مسكر، يعني فيه سحاب شفتوا. فانا ححطها كده. شو بدي احط بهيدا البلاستيك اللي فيه سحاب؟ بدي احط اغراض البيبي الى للشاور تاعوله. بيقولوا انه اول يوم اساسا هوني بجيك اول يوم ما بيعطوه شاور، ما بيغسلوه، بيخلوه اذا مخلفينه طبيعي بيخلوه بهداك المادة اللي عليه لأنه بيقولوا إنها مفيدة. فهوني أنا اشتري الغراض من مستلة. إذا حابيني باي دواي أعملكم فيديو عن مشترياتي للبيبي قولوا لي إياها تحت بصندوق الوصف. فهون هيدا الجيل دوش، يعني هيدا لتغسلوا البيبي. هون صرنا إذا مخلفين طبيعي بنضل بس يومين بالمستشفى، فأخذت الصغار شارية الكبار كرمال البيت، وهوني أخذت الصغار. حط هاد، هيدا او غافريشيسون، يعني هيدا الماء اللي يعني ممكن تحطوه على شعره، ممكن تمسحوا له بيه وشه، تمسحوا للبيبي كذلك بيه لما تغيروا له. هيدي المي تمسحوا للبيبي بهذا الماء بعد ما تكونوا مسحتوا بهيدا شو بيسموه هاد، ما بعرف اذا فينا نسميه حليب.
فهاد بيقولوا افضل للبيبي لحتى ما يصير عنده احمرار. ميزان حراره اخذ هيدا لما تغيروا له يعني بتعملوا له من تحت، او هيدا اللي تحطوه بالاذن بيجي نيميريك يعني رقمي، وهيدا كمان رقمي. ضروري هوني كل ما تغيروا للبيبي اول ما يخلق لازم نحط له نشوف حرارته. وهيدي كرمال نظفه، بس اكيد تغسلوه بايدكم افضل بظن، بس ما بتعرفوا الواحد بياخدها. انا كل هدول الاشياء مغسلتهم قبل. بعدين اللي ححطه بعد هيدا مباشرة الفوطة، يعني لما نحممها ان شاء الله حمام الهنا. اخذها بس واحدة لانه مثل ما قلت لكم اذا ولادة طبيعية فبنحتاج بس يومين، اول يوم ما بيحموهم وثاني يوم. فهيدي، وبعدين ححط اللبس. شو كيف حطيته؟ شوفوا كيف جهزته. هيدي الغطا ما بعرف شو بتسموه اللي بتحطوا فيه البيبي اول ما بيخلق، واول ما بتولديه بحطوا لك اياه بغطا. فاخذت هاي كثير رطبه وناعمه، واساسا وكل شيء كل شيء مثل ما قلت لكم مغسلته بدواء غسيل خاص للبيبي والبشره الحساسه. بدي اطويها بطريقه تكون صغيره. وجوا هيدي بحط الملابس. انا اخترت لها، قولوا لي شو رايكم، انه حبيت تلبس هيدي اول يوم فكتير كيوت وكتير صغار. هون اخذت مقاس 50، شوف كتير حلوه. فانا اخترت هيدي، قلت اول شيء سهله حتى اذا بدي اغير كفتحه سهله، وتاني شيء هني سهل عليهم يعني ما مضطرين يلبسوا تي شيرت وهيك، بيلبسون بس هيك. فهون بحطها هيك، وبعدين جواتها بحط هيدا البودي اللي بيجي تحت، فبحطه هيك كمان بالظهر. وبحط الطاقية، وهدول بلكي اذا عندها اظافر او شيء هيك عشان ما تجرح حالها، فهدول بحطهم بقلب الطاقية عشان ما يوقعوا. وبسكر عليهم كل شيء، بسكر على عشان يكون سهل بمجرد ما نعطيهم هيدي كل شيء جواتها. عرفتوا يفتحوها كل شيء جواتها. انا هيك عامله بدي احطها بالجوانب اول شيء عشان اقدر احط الباقي. بعدين حطيت للبس لتاني يوم كمان مجهزه فيه جوا، استنوا. هيك على فكرة أنا عبالي إنه حط هيدي الطاقية كأول يوم، بس ما بعرف خايفة فحطيت هديكي سيمبل وهيك. هيدي قلت لها اليوم الثاني ولا تصوير وهيك. فلتاني يوم أو تاني لبس هيدا بيجوا قطعتين كمان نفس الشي، حطيت معه البودي جوا، وفي هيدي الطاقية اللي بتيجي فيها وردة. ما بعرف وين حطيت للايدين. اوكي مش قدامي هوني، بس مش مشكله يعني حيكونوا. المهم انه اول ما خلف اذا مش منتبهه انا او مش بوعي الله اعلم يعني الواحد كيف بيكون، فهي بحطها هوني. اكيد مش ححط لبسه بس ليومين، بدي احط ثلاث اربع لبسات سوري في هيدي، او يمكن هيدي تكون ثاني يوم الله اعلم. يعني قلت لكم اول وحده هيدي، شوفوا يا الله لبس البيبي شو حلو، الله يرزق كل محروم يا رب. وهيدا البودي تاعو اللي بيجي معاها، مش بيجي معاها بس هني بيشبهوا بعضهم فاشتريتهم. والتاقية اللي بتجي معاهم. اول شيء قولوا لي انتم حابين اول شيء اللي فرجيتكم ولا هاي لبسها اول يوم، اللي قلت لكم انه بدي لبسها اول يوم ولا هاي، انتم قولوا لي اياها تحت بالتعليقات. اول وحده ولا ثاني وحده؟ هيدي ثاني وحده، هاي الطاقية تعولها، وهدول للإيدين كمان بحطها جوات الطاقية عشان يسهل علي الأمر كل ما بدي غير لها. وفي لبسة رابعة، وإذا احتجنا أكيد بيجيبولي من البيت، بس إن الأيام الأولى ضروري.
فهيدي رابع لبسة وآخر واحدة. حط لها كمان نفس الشيء، حطيت عليها البودي، وهيدي حطيت معها هيدي التقية. ما بعرف إذا لابقت لها أو لا، مش عارفة يعني، ممكن هاي وممكن هاي، بس أنا خايفة إنه هاي تكون كبيرة. فتعرفوا شو، ححط الاثنين كده، وما في للإيدين بلا في يعني، المفروض في، بس ما بعرف يا بنات وين راحوا لي هلا. المهم بطويها هون، وهينا صرنا برابع لبسة. الشيء الثاني اللي حبعمل انه باخذ بودي بزياده، هذول اللي بيجوا تحت ما بيعرف الواحد، اخذتهم بزياده، اخذت 2 زياده على اللي محطوطين اوريدي عندي. بطويهم، والتقية كذلك اخذها اكبر، هذيك اللي حطيتها هون كمان بتشبه هيدي كمان اكبر، بلكي لما اخلف يقولوا لي اللي موجوده هون صغيره. فاللي حاعمله انه ححطها كمان جنبها هون، وحيضل الخيار اذا طلعت انه صغيره الاولى بحطوا هي كبيره. هيدي اول شيء سكره هون، وهيدي لينام فيها البيبي يعني، اوريدي هن بيعطوكم سرير وهيك، بس انه عشان حطه هون. السرير بيكون مفروش كل شيء فيه صراحه، بس تحطوها هون. ممكن يكون شيء تاني، او يمكن لازمني جيكوتوز هيدي اللي خليلكم اياها هون بالصوره، لسه ما جبتها او لازم جيبها، بدي اشوف. انتوا قولوا لي اذا بس هيك فكره منيحه او لا. وشي تاني كتير قريت على هذا الشيء قبل ما كنت عارفة اهميته، كنت فكرة بس كرمال انه الرجلين يكونوا بوضع كويس وهيكي، فلا هيدا بالمغربي بنسميه القماط، ما بعرف انتو بلهجتكم شو بتسموه. تحطوا فيه البيبي هون يعني عارفينه انتو، وبتسكروا عليه، مدري كيف، بدي اشوف يوما كيف بسكروا عليه، انتي غتوريني. فهوني بيقولوا عشان البيبي ينام مرتاح، لانه هو بالبطن متعود انه منه حر بحركته، فعشان هيك. فهيدي كمان باخذها معايا، وهيدي بحطها هون مثلا على هون. ذكرتوني، استنوا، ما في جيوب كتير، ليش انا حاطه كله هون؟ باخذ التقيه اللي بزياده والبودي اللي بزياده مثلا، وبيضلوا هون مثلا، نحطهم هون كده، بيضل الشيء كله مرتب. وهيدي حطها هون، ادي على فكره لسه قادره تحملها. فبالنسبه للبيبي بظن انه عندي كل شيء، ما بعرف، انتوا قولوا لي بالتعليقات اذا حسيتوا انه نسيت اي شيء او في شيء ممكن يفيد اكثر. ما حطيت بامبرز لانه بيعطونا هيدا الشيء بالمستشفى، ما لنا محتاجين بامبرز حاحتاجهم بس بالبيت. فعشان اذا تذكرتوا هيدي بدكم تقولوا لي اياها، لا ما بعرف اذا لازم شيء ثاني يعني. وبالنسبه لإلي شنطايتي شنطاية عادية يعني، مش مثل البيبي ونغنج وندلع. فحفرجيكم شو بدي احط فيها. فاول شيء الفوطة للاستحمام، وبتيجي معاها فوطتها الصغيرة. هيدي اول واحدة بحط واحدة بواحدة، بحطها هوني على جنب. ببلش باغراض الحمام عشان ما انسى، وكمان قولوا لي اذا نسيت شيء. فهوني حطيت هيدا بوني كرمال الشعر ما يتبلل، ما هي يومين مش رايحة انه بلش اغسل شعري واعمله. هيدا الجيل دوش يعني شاور جيل، وهيدا غسول الوجه، وهوني فرشاة اسنان. فهوني قولوا لي اذا حاطة كل شيء او ناقص شيء، لانه قلت لكم المفروض ما حاغسل شعري، بس اذا حسيت حالي وقت الولاده عرقت كثير وهيك ضروري اغسل شعري. ف حاليا هيك عام يعني، المفروض رايحه متحممه بنفس المجال. خلونا حطيت هوني، افضي لكم كل شيء، استنى افضيهم هون. حطيت مرطب الوجه
وينه هو؟ هيدا مرطب الوجه، كلهم من يعني صغار، حجم صغير حول العينين، مرطب شفاف، وحطيت هيدا الديزانفكتون للايدين. ما بعرف اذا حاعمله او لا، اكيد حاغسل ايدي، بس اذا مش قادره اقوم الله اعلم. المهم الواحد قلت الاحتياط واجب، ومرطب الايدين، وهيدي شو بيسموها بابي ماتيفيون، يعني هيدي لازم حطها. هيدا اساسا هيدي الفاليز فايته معايا، عشان اذا عرقت كتير او شيء هيك بتحطوها على وشكم، يعني بتتشرب العرق. سوري. وهوني حطيت حليب دي ماكيون، يعني مشيل للميك اب، انا مش حكون حاطه ميك اب الله اعلم، بس انه اذا في حال كسلت وكنت مش منيحه اقوم غسل وشي على القليله، بمسح وجهي من كريم المرطب بهذا الحليب، وهذا تونر للوجه، يعني بمسح بحليب مثلا وبعدين بمسح بهذا التونر. اخذت بس الكوتون ديسك شوي والبرفيم تاعولي اللي انا بحبه، وكذلك مزيل العرق هيدا بالشبه، نحن بالمغرب نسميه الشبه، بيير دالا او الشب بينكتب، لقيته باللغه العربيه، اللي هو كتير طبيعي. فبنعرف الست لما تخلف وهيك وهرمونات وما هرمونات، فهاد كمان ما فيه لا ريحه ولا شيء. وهاد لحوالين راسي حوالين شعري، ما بعرف اذا وقت الولاده بحطه عن العرق وهالاشي. مهم اخذته كاحتياط، وطبيعي بتشوفوا ما في ميك اب، فقولوا لي اذا ناسي شيء. هذا شيء. وكبيجاما حاخذ اثنين بالنسبه لليومين، فهيدي اللي فرجيتكم باخر مشترياتي من شيئين. كتير بيجوا رطبين على فكرة، قطن بظن، ما بعرف اذا قطن او لا، بس كتير مريحين وكتير رطبين. فبطوية هيك بحط بنطلونها جواتها، هي بتجي ببنطلون كمان نفس الشي. كانت طلع سهلة. واخدت مثل ما قلت لكم اثنين، هي ذاتها فيها اخدت فيها الازرق كمان. ليش اخدت هدول؟ اللي اشتريت بيجامات، لانه بتنفتح من هون كرمال تكون سهلة بالرضاعة، يعني بس افتح وردع. فهيدي فيديو طويل دردشة. انا الطي ديالي ما عجبك فيه. فهون هلا حنجي للغراض للنوم. صراحة حاليا في بس وحدة عاملة هيدي، اشتريت هيدي من موقع امازون كرمال انه كمان بتنفتح من هون، شفتوا فيها صدف، فسهل علي بالرضاعة، وكمان كملمس يعني نقدر تعرفوا كمان السيدة اول ما تخلف يعني عرق كتير، فعشان ححطها هوني فوق عشان تكون قريبة اول ما خلف ان شاء الله. فلازمنا قطن. اشياء تانية اشتريتها حفرجيكم بس لون واحد، هني الصدرية الخاصة بالرضاعة بتنفتح من هوني، يعني مش مضطرين نشلح كل شيء، بنفتح من هوني وفيها سيدة ترضع بكل سهولة. صافي. وكغيارات بنضل بنفس الغيارات، هدول الغيارات جوتاب، يعني شو بيسموه، فهدول الاندروير بيجوا لاستعمال واحد، يعني بتستعملوهم وبترموهم دغري. وبنعرف انه الست الحامل لما تخلف النفس اول اسبوع، بظن اول اسبوع بيكون في دم كتير، فانا فضلت انه هيك يكون هيدا الاستعمال اللي بيكونوا استعمال وحيد. حفرجيكم كيف بيجوا من جوا. فيهم انا اخذت الباك اللي فيه 8 كمان من موقع امازون، حخليكم اذا تذكرت الرابط تحت، فملمسهم مريح. وحتى اللي مخلفه قيصري على فكره فيها تلبس هذول، لانه شفتها بالتعليقات، لانه قبل اشتري بشوف بالتعليقات.
ايش نقص بغا نشوف حاجه اخرى. ايوا بالنسبه لل شنو هي شنو سميتها اللي الالويزات الفوط الصحيه. وبالنسبه للفوط الصحيه كمان بالمستشفى ما بتحتاجوا هون على القليله ببلجيكا ما بتحتاجوا هن بيعطوكم وبيكون اساسا كبار وقتها يعني الافضل تاخذوا تعول المستشفى اذا ببلجيكا عشان لانه بعرف كمان حتشوفوا معي ما انا طالبه منكم تشوفوا معي اللي نسيته فعم لكم الاشياء اللي انا لا ما نسيتها. الشيء اللي نسيته حاليا ولازم اشتريه هو هدول مثل القطن اللي بنحطه ما بين الصدريه والصدر للنساء اللي بترضع كرمال الحليب وهالاشياء فهاد لازم اتذكره يا بنات. اشتريت هيدا اكيد عرفتوا شو هو حزام البطل من كذلك من امازون حفرجيكم الصوره كويس. فكلنا بنعرف انه امهاتنا اول ما بنخلفوا بيقولنا احزمي بطنك احزمي بطنك وكمان في دكتوره فرنسيه كثير معروفه بهيدا المجال واخذه فيه دكتوره وهيك هيدا الشيء اللي بتنصح فيه انه اول ما الست تخلف طبيعي انا بحكي تحزم بطنها وفرجوا طريقه كيف تحزم بطنها من تحت دغري اول ما تخلف. وثاني شيء ناصحه باول ما نخلف بهذا الطريقه اللي انا اوريدي فسرت لكم اياها عن كيف نتخلص من البطن وهيك بانه نشد عضله العجال وكيف نشفط البطن لفوق عشان نرجع كل شيء لمكانه لانه لما تكون الست بتخلف طبيعي فكله بينزل عرفتوا لما نعمل هيك هو مش بس الرحم اللي بينزل والبيبي لا كل شيء بينزل فنحن لازم نشفط البطن بالطريقه اللي بهذا الفيديو كرمال يرجع كل شيء لمكانه ان شاء الله. انا بظن هيدا الشيء اللي اخذته حاليا حسكر الشنطه هاي الشنطه صارت جاهزه. بليز قولوا لي اذا انتم انتبهتوا انه انا ناسيه شيء او شيء اساسا منه ببالي ولازم اخده معي على المستشفى قولوا لي اياها تحت بالتعليقات كثير رح تساعدوني انه خلص الشنطه ويا رب تكون خالصه يعني انا بتمنى انه شنطتين يكونوا خالصين بس على القليله اذا ما كانوا خالصين وفي اشياء انا حاحتاجها بس هلا منه ببالي وانتم تكونوا وحده لسه مخلفه او عندها تجارب وهيك فكتير حيساعدني هذا الشيء. هذا كان فيديو اليوم بتمنى انه اللي لسه ما عملت شنطة البيبي تاعولا استفادت منها وحتستفاد كذلك من التعليقات من اللي حتخلوها واقتراحاتكم. انا بقلكم بحبكم كتير نلتقي بالفيديو الجاي. باي باي.